السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هي اللي حصل امبارح او بدأ من امبارح في قرصة ودن وشد ودن جامدة قوي 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 للمطبلاتية اللي هم بيتجودوا اللي هم بيغردوا خارج السرب، او بمعنى اصح تقدر تقول ان السيسي بدأ يراجع نفسه من جديد. يعني السيسي بعد ما ادى الضوء الاخضر للناس ان هم يبدأوا يهاجموا السعودية بالفترة اللي فاتت، طول الفترة اللي فاتت، وبالتالي طبعا الـ السعوديين او الاكاديميين السعوديين برضو بدأوا يردوا عليهم، وبدأت دخلنا في سلسلة من الردح من الجانبين. السيسي بدأ يحس او في قرصة ودن جات له كده، يعني انت ما تحرقش مراكبك مع الناس، يعني العقل والمنطق. يعني مش هقول لك بقى ان انت بتبص لقدام، يعني هم حتى لو مش هيدوك حاجة فهم كسرين عينك اصلا، يعني هم كسرين عينك اصلا لان انت ناسي. وقلنا قبل كده، قلنا يا جماعة الناس دي لها ودايع موجودة في البنك المركزي، يعني في مصر، يعني لهم فلوس. فهل النظام والسيسي والمطبلاتية بتوعه بالغشم ده اللي يخشوا بصدرهم؟ يعني انتوا بتفهموش يا جماعة، ما تخشوا بربع جنيه. يعني انت راجل لما مؤاخذة يبقى باني لك بيت وانت راهن بيتك وراح تعمل معاه مشكلة، طب ما هو خلاص كده ياخد البيت يا حبيبي، بالعقل يعني، بالعقل بالمنطق. انتوا بأي حق بتعملوا كده؟ يعني جالكم منين؟ حتى لو هو قال لكم هاجموا، يعني خليكم صيع، العبوها بالصياعة، مش تخشوا كده غب كده، تخشوا مره واحده حفاعه وراء على مش عارفه ايه وكلام، يعني كلام لا يرقى انه يكون كلام اعلاميين او حتى نخبه او حتى طبقه مقربه من النظام. ده انتوا بتخربوا النظام، يعني انتوا النظام او الجماعه الاعلام بتاع السيسي الفتره اللي فاتت بجد والله. يعني لو حد عايز يوقع بين السيسي والسعوديه ما اعتقدش كان ممكن يحتاج اكتر من اللي عملوه الاعلاميين دول فعلا. يعني فهم كان بايديهم يخربوا الدنيا. بس انتوا يا جماعه ما تبقوش مجانين، انتوا زي ما بيقولوا كده رقبتكم في روح السعوديه. محمد بن سلمان في ثانيه هيعمل لك، يعني في ثانيه هيسحب فلوس وهيخليك تلوس، تبقى عامل زي الكتكوت المبلول الدايخ مش عارف هتعمل ايه. انت اصلا دلوقتي في موقف الاقتصاد المصري لا يحسد عليه، فما بالك بقى ما تيجي تاخد مثلا اقل حاجه اللي هي الوديعة تقريبا ب 5 مليار وكسور. دي لو خرجت يا معلم 5 مليار دولار بكسور هبوظ لك الدنيا. فبربع جنيه عقل بس، بربع جنيه. وعرض يا سيدي، بس عرض في الايه؟ عرض في الحاجه الخفيفه. تعالى مثلا على الجماعه المعارضين اللي بره، اقعد اشتم اللي ادبك زي ما بتعمله، ودي انت شطار فيه، اقول بقى دول اللي هيخربوا البلد وهو دول مش عارف ايه، وانتوا بتزيطوا في الحاجات دي. ما انتوا كنتوا ماشيين كده عادي، واحنا بالنسبه لنا عادي، احنا متقبلين منكم ده، لان العيب ما طلعش من اهل العيب ما يبقاش عيب يعني، فده عادي يعني، واخد بالك؟ فركزوا كده وشوفوا انتوا بتعملوا ايه عشان ما يبقاش شكلكم وحش، وفي النهايه بيبقى شكلنا احنا كمصريين قدام الجماعه الاخوه السعوديين بيبقى زي الخرا. يعني الناس السعوديين الشعب قدام الشعب السعودي ما منظرنا وحش، ما يقول لك ده مصري وانتوا مصريين، فما يعرفوش بقى، مفكرين كله هلو يشبه هلو، ولكن هو مش دي الحقيقه. بس دي كل الحدوته. اتمنى بقى في النهايه تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد بننزله. سلام.